مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء. حلقة اليوم عن حوض المسرات، مشروع حيوي كلف ميزانية الدولة عشرات الملايين من الريالات بهدف إنقاذ محافظة الظاهرة من الجفاف الذي كانت تعاني منه مصادرها المائية بعد جفاف أفلاجها. الهدف من هذا المشروع هو تزويد ولايات المحافظة بالمياه الصالحة للشرب وأن يكون له مردود اقتصادي وزراعي، غير أنه للأسف ظهرت على السطح العديد من المشاكل أدت إلى استنزاف وهدر كميات هائلة من المياه التي من المفترض أن يستفيد منها الأهالي، الذين يقولون إن هذه المشاكل ناجمة عن عيوب في تركيب إمدادات الأنابيب ورداءات الأدوات التي استخدمت في تنفيذ هذا المشروع. الليلة في تحت الضوء نسلط دفة الحديث حول هذه المشكلة ونلقي الضوء عليها، على أمل أن تتحرك الجهات المعنية لمعالجة الضرر وأوجه القصور المرتبطة بهذا المشروع الحيوي. وكنا نأمل أن تتجاوب الهيئة العامة للكهرباء والمياه المشرفة على حوض المسرات وعلى إمدادات المياه في محافظة الظاهرة، لكنهم للأسف اعتذروا عن المشاركة في الحلقة دون سبب رغم مخاطبتنا الرسمية للهيئة بوقت كافي، وهو ما يثير لدينا مزيد من علامات الاستفهام والاستغراب. في المقابل كان التجاوب سريعا من المجلس البلدي في محافظة الظاهرة، ويسرنا أن نرحب بضيفينا الكريمين عضو المجلس البلدي بالظاهرة هنا في الاستوديو، الأخ سليمان بن عبد الله الكلباني، وعضو المجلس البلدي الأخ سيف بن عبد الله الربخي. ويسرنا مشاركتكم في الحلقة في المساحة التي ستتوفر للمشاركة في موضوع هذه الحلقة لاستقبال مداخلاتكم على هاتف البرنامج الذي سيظهر لاحقا. قبل البدء في الحوار أدعوكم سوية لمتابعة هذا التقرير. مع كل صباح ومساء يتكرر مشهد انقطاع المياه عن منازل المواطنين بولايات محافظة الظاهرة نتيجة للانكسارات المستمرة لأنابيب شبكة مياه حوض المسرات، مخلفة وراءها بركا وتجمعات مائية تغمر الشوارع والطرقات العامة. قطاع الماء يظل أحيانا يوم كامل ماشي ماء بسبب الانفجار، ولحد ما يصلحوه تجلس تقريبا يومين بدون ماء، فالمواطن يضطر انه يدور ماي ناقلات الماي اللي هي من المحطات الثانيه حسب انه يستفيد من هذا الماي. اصبح الحين مثل ما يقولوا على شكل طبيعي وعادي، اصبح الحين في اليوم يمكن انفجر هنا في هجار يمكن اكثر ما يقارب عن ثلاث مرات او ثلاث اماكن او اربع اماكن. فاحنا لما نتصل بالجماعه هذه اللي هم اصحاب الطوارئ نحاول ان نتصل بهم، حتى هم ردهم احيانا يكون كاستهزاء. يعني اول شيء نتضرر انه عدم وجود مياه، ثاني شيء المياه اللي موجود البيبات اللي يابينها متروسه الطين ردا الى العدادات الطين، اصبح العدادات بالسكرات. يوم نجي عند الشركه قالنا تغرم حق العداد 25 ريال، ما كمل شهر العداد بسبب الطين اللي موجود داخل البيب، البيب ما مغسل. ورغم المناشدات والمطالبات المستمرة من قبل المجتمع بضرورة إيجاد الحلول الجذرية المناسبة لهذه المشكلة، إلا أنها لم تلقى آذانا صاغية لوقف إهدار واستنزاف هذه الثروة الوطنية. يظل الانشغال، يظل مقطوع الماء عنا من الصباح من الليل تقريبا أو إلين بالباكر الظهر، وفوق هذا أنه لما يجي يصلحوا مرة ثانية الشوارع مثل ما أنتم شايفين الحين الشوارع هذه أصبحت الشوارع مكسرة. ما أتكلم في هجار بشكل عام، أتكلم في منطقة الظاهرة عبري. حكومة رشيدة ضخت ملايين في 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 في, في إنشاء هذه الشبكة، والآن تضخ ملايين في 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 الإصلاح، تقوم بترميمها. هناك حلين، يا أما أن تستأصل هذه الشبكة واستبدالها بشبكة جديدة، أو استبدال ماء حوض المسرات بماء تصفية من البحر. كما أن استمرار تدفق هذه المياه بشكل يومي أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية،
كظهور الحفر والتشققات بالشوارع العامة وإحداث تلف في خطوط الاتصالات نتيجة الحفريات المستمرة لصيانة وإصلاح تلك الأنابيب. هذه نعتبرها معاناة ما منها الحين، هذه سنين ماضي عليها. أول شيء تكسير الشوارع القار، الحين نعاني من تكسير الشوارع القار، نجيب مسيلة ونجيب أي حاجة داخل إذا يشل هنا الماي. اليوم خسرانين عليه فلوس وبالبكرة أصبح يعني لكنه كان ولا استوى. المشكلة في أنابيب حوض المسرات والأنابيب الرئيسية، هي هو على ما أعتقد أنه هو في نوعية هذه الأنابيب هي من نوع الرديء جدا، لأن احنا سافرنا أماكن دول أخرى وشاهدنا شبكات المياه مضى عليها عشرات السنين وهي تحت الأرض، وأيضا هي بمسار مع أنابيب صرف صحي، ولا يوجد هذه الأنواع من التسربات. وفي ظل الطلب المتزايد على المياه خلال المرحلة القادمة، كان لابد على الجهات المعنية من وضع الخطط والبرامج الكفيلة التي تضمن استمرارية وديمومة هذه الثروة الوطنية لتبقى للأجيال القادمة. خليفة بن محمد الشماخي لبرنامج تحت الضوء، محافظة الظاهرة. شكرا خليفة على هذا التقرير. أرحب بكم مشاهدينا مجدداً وجد الترحيب بضيفينا الكريمين. أبدأ معك الأخ سليمان، يعني من خلال المجلس البلدي، كيف تابعتم مشكلة أعطال أنابيب التي تسببت كما شاهدنا يعني في هدر كميات كبيرة من المياه، شاهدناها في الشوارع بين منازل المواطنين، هناك أضرار حتى اليوم بالنسبة لصيانة هذه الأنابيب. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على هذه الاستضافة، كما أشكر أيضا برنامجكم هذا الذي استطاع أن يتحسس مشاكل المواطنين في محافظة الظاهرة وخاصة فيما يتعلق بمياه حوض المسرات. وأوجز الشكر أيضا للمشاهدين الذين يتبعون تلفزيون عمان أينما وجدوا. جزاك الله. في الحقيقة بالنسبة لحوض المسرات، مشكلة أبناء محافظة الظاهرة مع مشكلة تكاد من عدة زوايا، ما اعتبار أنا أعتبرها من وجهة نظر على أنها مشكلة حياة، بما أن الماء هو سر الحياة، فأيضا مشكلة أبناء محافظة الظاهرة مع حوض المسرات فيها مشكلة حياة. أولا قبل ما أجيب على سؤالك، هذا المشروع الحيوي اللي تفضلت فيه في البداية، قلت على أنه الأمل أنه يغطي حاجة أبناء محافظة الظاهرة في مختلف متطلباتهم المائية، سواء في الاستخدام الآدمي أو التطور العمراني أو الزراعة. أنا أقول أنه من هو بدأ الفكرة ومن خطط لها ومن نفذها في الحقيقة لم يوفق، بصراحة لم يوفق، لأن هذا المشروع أعد وبني ودفنت الأنابيب في باطن الأرض حتى يغذي 30,000 من عدد سكان محافظة الظاهرة. هي كفكرة لا، يعني بالعكس، هي يمكن هناك من يختلف معك، الفكرة رائعة لكن التنفيذ كان في المشكلة. التنفيذ كان في الفكرة رائعة لو كانت، يعني معك حق، لو كانت الفكرة إنها فيها ديمومة وفيها استمرارية وفيها أيضا نظرة مستقبلية. هذا المشروع كان حوض المسرات، يعني مياهه من باطن الأرض، وقيل عنها على أنها ستكون لخمسين سنة قادمة. الآن احنا نتمنى بدل أن تكون 15 سنة. هذا المشروع كان سبقه مشروع، مع احترامي للجميع بصراحة، لو أنه هذا شيء ما مجال حديثنا اليوم، ولكن سبقه مشروع أيضا، مشروع حوض رمال الشرقية، أيضا هذا المشروع يعني صادف الفشل، وبالتالي ما غطى حائط أبناء الشرقية واستبدل ب يعني مياه منقاة محلة. نرجع لموضوعنا اللي هو يعني حوض المسرات. حوض المسرات نتمنى لو كان أنه حقق 30% من الأهداف اللي أعد من أجلها. محافظة الظاهرة عندما بني هذا المشروع كان عدد سكانها 70,000. هذا المشروع كان يغطي مراكز الولايات فقط، اللي هي ولايات الظاهرة 3 ولايات،
عبري وضنك وينقل. عدد البلدات والقرى اللي هي تابعة لهذه الولايات 60 بلدة وقرية، يعني 55 بلدة وقرية لم يصلها مياه حوض المسرات إلا عن طريق خزانات، ويتم تغذية الأهالي بواسطة الصهاريج. إذا أين هذه الأهداف اللي عدت واللي رسمت واللي خطط لها على أساس أنها تتحقق من خلال أيضا حوض المسرات؟ أنت تتحدث عن أنابيب المياه أنها لم تكن تمتد إلى جميع القرى. لم. نعم. ثاني يا أستاذ، بالنسبة للأنابيب اللي هي عدت لا تغطي لحاجة السكان. لماذا حدثت الآن انفجارات في الأنابيب؟ لأنه كان الضخ قوي على الأنبوب. أيضا نوعية الأنابيب اللي استخدمت، يعني أنا لا أستطيع أقول على أنها غير جيدة، ولكنها ثبتت أنها بالفعل لا ما توجد في هذه التقنية فيها اللي تتحمل الضخ العالي. عندما زاد عدد السكان في محافظة الظاهرة، أصبح الآن عدد سكان محافظة الظاهرة 190,000 نسمة. هذا المشروع عد أنه يغذي 70,000، وما كان يغذيهم 70,000، كان يغذي 20,000 فقط مراكز الولايات. الآن أصبح عدد سكان محافظة الظاهرة 190,000. ناهيك عن التطور العمراني الذي بدأ يزيد التطور العمراني بنسبة 200%، والتطور العمراني أيضا يستخدم حوض المسرات في التطور العمراني في البناء. يعني هناك مع احترامي للمسؤولين وصناع القرار ما في أي نظرة بديلة. طيب. طيب. عن حوض المسرات. طيب. لا، الذي أعرفه أن هناك يعني خطط لإمداد المحافظة ب يعني خطوط رئيسية من محطات تحلية المياه. أبداً. بالنسبة لمحافظة الظاهرة لم يصل أي أنبوب. لا، حالي أنا الذي أعرف أن هناك في خطط قادمة. خطط طيب. مستقبلية. نتمنى إحنا هذا اللي نتمناه، وهذا طيب. نعتبره من البدائل لحوض المسرات. هذا اللي نطمح إليه إحنا كمواطنين. وأيضا ما نسمعه من نبض الشارع في محافظة الظاهرة يتمنوا أنه يكون هناك في بدائل حوض المسرات. لأنه هذا المياه اللي في باطن الأرض علمها عند الله سبحانه وتعالى، وما الإنسان ما يعرف أين اتجاهها. ثانيا إحنا أيضا هذا الحوض يطل عليه دول جوار ثانية. شايف، ربما أنه يعني دول الجوار تأخذ من هذا الحوض ربما. طيب، وفقط التوضيح، كنت أتمنى فعلا أن يكون معنا يعني أحد من الهيئة العامة للكهرباء والمياه للرد وربما لمزيد من التوضيح. ولهذا نحن نطالب يعني الجهات المختصة بالحضور، وندعوهم للحضور حتى يعني هذه فرصة لتوضيح الكثير من النقاط التي يجب أن توضح للناس، وحتى يعني تتبين لهم ماذا هي المشاريع القادمة لتغطية احتياجاتهم. طيب، كذلك يعني ما أشرت إليه بالنسبة لخط المياه من إحدى المحطات الرئيسية قد رجعت إليه من خلال يعني بيان أو حديث للهيئة العامة للكهرباء والمياه، كانت قد أوضحت أن مشروع ربط ولايات محافظة الظاهرة عبري وضنك وينقل بخط نقل مياه رئيسي من إحدى المحطات الرئيسية القائمة مدرج في خطة الهيئة متوسطة المدى. أتكلم ربما على سنتين أو ثلاث سنوات. هنا لا أدافع عن الهيئة، ولكن يعني أنقل فقط وأقول ما وجدته فقط. كنت أتمنى أن تكون الهيئة موجودة معنا، ولكن للأسف يعني عموما. طيب، الأخ سيف هنا، تكرار أعطال أنابيب المياه طبعا ليس بالجديد، هي مشكلة قديمة تتجدد من حين لآخر. ما الذي قام به المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة لتصحيح هذا الوضع لمعالجته؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذا اللقاء. حقيقة فيما يتعلق بالأعطال التي نجمت قبل شهر، وخاصة الأنابيب التي تغذي ولاية ينقل عن طريق عبري، هذا للأسف لرداوة العمل من قبل الشركة المنفذة للمشروع هو أدى إلى هذا وزيادة الضخ. فيما يتعلق بموضوع متابعة المجلس البلدي في البداية عندما حصل هذا العطل مباشرة، طبعا تعطل المعنى المواطنين في ولاية ينقل خاصة، فعلى الفور اتصلوا بالأعضاء أعضاء المجلس البلدي ممثلين ولاية ينقل هناك، وكان تواصل فيما بيننا وبينهم حول هذا الموضوع. وحقيقة يعني الهيئة قامت بدورها في ذاك الوقت، لكن للأسف يعني من وجهة نظرنا نرى أن هذا الإصلاح هو غير كافي. مؤقت إصلاح مؤقت. علاوة على ذلك لا زالوا إلى الآن هم يجلبوا مياه من عن طريق ولاية ضنك، يغذوا ينقل ويغذوا بعض مناطق عبري عن واسطة الصهاريج.
هذا اللي نعرفه، والمجلس متخذ إجراءات حول هذا الموضوع لإصلاح العاجل حول هذا الموضوع. طيب هنا، طيب الأخ سليمان، يعني كما أشرنا هذه كثرة الأعطال في إمدادات المياه من حوض المسارات، انقطاعات وصول المياه إلى القرى، طيب أنتم هنا في المجلس البلدي على من تلقون اللوم في الحالة؟ هل هي الشركة المنفذة أم الهيئة؟ يعني وربما الهيئة لم تكن يعني مشرفة تماما على 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 أعمال تلك الشركة سابقا، ما مدى تجاوب الهيئة اليوم معكم أنتم؟ إذا لم تكن الهيئة يعني مشرفة على الشركة أثناء التنفيذ، فهناك أيضا جهات حكومية قبل الهيئة، كانت وزارة البلديات شايف سابقة أعتقد كانت تشرف على الموضوع وهي المشروع وهي التي استلمت المشروع، فأيضا ما في أي جهة تخليهم من المسؤولية، سواء وزارة البلديات أو الهيئة العامة للكهرباء والمياه. ثالثا هذا المشروع بني موجب يعني مواصفات عالمية، إلا إذا كان هناك المتابعة والمراقبة والاستشارة اللي كان يعني تشرف على هذا المشروع ما قامت بواجبها الكامل، فهذه مسؤولية المسؤولين صراحة. يعني إحنا كمواطنين لا نخلي المسؤولين من المسؤولية، هم مسؤولين أمام المواطن عن هذا الخلل اللي حدث وعن الأدوات اللي استخدمت في هذا المشروع من أنابيب ومن محابس ومن مرابط ومن الخزانات لا يعلو عليها صراحة. الخزانات بنيت تستوعب، إنما المشكلة اللي هي الأدوات الأخرى. والأدوات الأخرى أنا حسب اعتقادي، أنا لست مهندس ولا فني، لكن حسب اعتقادي إنها عدة تستوعب كمية محددة من المياه. عندما زاد الطلب مثل ما قلت سابقا على أن هذا المشروع كان مطلوب منه يغذي 20,000 أو 70,000 في ذلك الوقت كان عدد سكان محافظة الظاهرة، الآن أصبح سكان محافظة الظاهرة 190,000، يعني قبل شهرين ثلاثة وبنا الآن 195,000، لأن زاد الطلب على استهلاك المياه من ناحية، فبدأ الضخ بقوة في الأنابيب، صار الخلل لأنه الأنبوب ما يتحمل. المواصفات التقنية الموجودة في الأنابيب يعني مواصفات لا تحتمل زيادة الضخ عن طيب. الكان هذا أمر فني طبعا. نعم. يعني وهي يعني ربما مشكلة فنية، هل أنتم وقفتم على دراسات معتمدة أجريت الوقوف على أصل المشكلة في إنجاز المشروع على الوجه الأكمل؟ عند بناء هذا المشروع المجالس البلدية ما كان لها في ذلك الوقت كأهالي كان. أتكلم كأهالي وخلال متابعتكم كأهالي أي شوف أستاذ أي خطط الآن كانت تقدم في المحافظات وفي الولايات كنا نتمنى على أن تعرض هذه الخطط وتعرض هذه الخرائط وتعرض هذه الخطوات على الأهالي وعلى مثلا أصحاب الرأي في الولاية مثلا برئاسة سعادة الوالي أو برئاسة أصحاب المشايخ شايف ورشداء، لأنهم عندهم الخبرة وعندهم اليقين، وكثير من المشاريع صار فيها أخطاء شايف بسبب عدم عرضها على أصحاب الرأي في الولاية أو في المحافظة. لم تعرض، لا تعرض خرائط في هذا المشروع ولا خطط ولا وضحت أيضا الأهداف. في ذلك الوقت كان المواطن متعطش، كان متعطش على أساس أنه يحصل على مياه، مثل ما كان في 84 و83 كنا متعطشين أيضا للحصول على الكهرباء. الكهرباء كانت تمر وسط مزارع الناس وسط أملاكهم وما يعترضوا طيب. شايف الآن كانوا متعطشين أيضا للمياه. أعد هذا المشروع، وكنا أيضا بصراحة يعني نقولها بصراحة الآن ومن خلال هذا المنبر نقول إن كنا يعني عايشين على وهم على حوض المسرات، ظنينا حوض المسرات هذا يغطي كل محافظة الظاهرة، لين تبين الآن الخلل على أنه لا يغطي إلا مراكز الولايات، الأنابيب المددة والعدادات المركبة على المنازل في مراكز الولايات فقط، وفي بعض البلدات المجاورة لمركز الولاية. يعني أثبت لك أنه 58 قرية وبلدة ما وصلتها العدادات. طيب هنا يعني نتساءل أخ سيف، ربما يعني حتى حوض المسارات ما يمكن يغطي هذا العدد الكبير من يعني من 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 السكان في سكان محافظة الظاهرة، بالتالي هل قمتم أنتم في المجلس البلدي هنا بجهود للوقوف على منسوب حوض المسارات؟ هذا الكلام صحيح، من المعلوم أنه هذا
الماء يجي عن طريق الأمطار وجريان الأودية. صحيح. فالحمد لله في الوقت الحاضر مثل ما تلاحظوا ونلاحظ جميعا أن قلة الأمطار يعني شحة الأمطار كثيرة والاستهلاك كثير. من خلال المجلس احنا قبل سنة أو أكثر تقدمنا بطلب على أساس يعجزوا الثروة المائية لمحافظة الظاهرة ككل. فحقيقة هناك كان في حتى تواصل فيما بين سعادة رئيس المجلس وسعادة رئيس الهيئة حول هذا الموضوع ووعدنا خير، لكن لحد الآن لم نطلع على شيء يوعد أو وعد معين في تاريخ معين بتنفيذ هذا المشروع، والأمل فيهم كبير. طيب أي مقترحات تقدمتم بها هنا أخ سيف؟ ما هي طبيعة المقترحات؟ يعني نحن نتكلم اليوم عن هناك في مشكلة كانت يعني تعود إلى أسباب الجفاف، منها تتعلق بإقامة سدود، ربما بإقامة حواجز مائية. هل هذا أنتم ما تقدمتم به؟ بالنسبة للسدود نعم، احنا طرحنا هذا الموضوع قبل حتى أن يكون هناك في نقص في المياه وصار فيها جدال كثير وبعضها جت موافقة عليها، لكن للأسف لم تنفذها للآن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، لكن الوعود موجودة سواء في ولاية ضنك أو في ولاية ينقل أو في ولاية عبري. ولاية عبري مخطط لها ومقرر لها إقامة 6 سدود، ولاية ضنك سد واحد، وسد واحد سيكون من قبل الأهالي إن شاء الله قريبا، لكن يعتمد هذا على الموارد المالية، وينقل أيضا 2 سدين، لكن للآن لم ترى هذه السدود النور، وإحنا لازلنا متابعين من خلال المجلس لتنفيذ هذه السدود. لكن تأكد تماما أنه الماء اللي يجي عن طريق الأمطار ونزول الأودية يبقى فترة وجيزة وربما يكون ينضب، فالسكان في نمو، لذلك احنا من هذا المقام من هذا المنبر نطالب الهيئة ونطالب أصحاب القرار بأن يعجلوا بالإسراع في تعزيز الثروة المائية سواء عن طريق محطة التحلية في بركة أو عن طريق محطة التحلية في ولاية الصحار. طيب هنا الأخ سليمان، يعني لما نتكلم عن خطوط ومشروعات كبيرة لمد يعني المحافظة بالمياه عبر يعني أنابيب مياه من المحطات التحلية، هذا مشروع كبير حقيقة، وسبق أن يعني الهيئة العامة للكهرباء والمياه يعني قد ذكرت في 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 بيان لها أنه يعني مثل هذه المشاريع تحتاج سنوات يعني وربما تحتاج خلينا نتكلم جهد أكثر حتى تتوفر هذه الإمكانيات، كذلك ربما حتى المحطات الرئيسية الحالية القائمة لا تستطيع أن تغذي يعني محافظة الظاهرة إلا يعني عبر خطط ومشروعات قادمة ربما في عام 2020 هكذا أنا يعني حسب ما تبعت. طيب الحلول المؤقتة اليوم لديكم، هل هذه السدود كافية ربما التي أشار إليها الأخ سيف في على الأقل تعزيز الثروة المائية حتى إتمام المشاريع القادمة للمحافظة؟ وهل هي السدود الآن مقامة على أساس أنها تبقى تغذي حوض المسرات؟ نتكلم عن هذه الأفكار اليوم. السدود أيضا موجودة على الخرائط وموجودة في المطالبة، لكن على أرض الواقع ما موجودة بصراحة. إحنا طالبنا بسدود أكثر من سنتين الآن، شايف إحنا في المجلس البلدي كسنتين طالبنا بسدود، وقبل المجلس البلدي كانوا الأهالي ومشايخ يطالبوا بالسدود. محافظة الظاهرة بصراحة المحافظة الوحيدة اللي ما أخذت نصيبها من السدود، لا يوجد فيها إلا سد وادي الكبير وسدود صغيرة في بعض القرى. سد وادي الكبير مع احترامنا لهم الناس أيضا منفذين سد لا يحتفظ بمياه أبدا أكثر من 24 ساعة، وما استفادت منه أي قرية ولا بلدة إلا أعتقد بلدة واحدة اللي هي بلدة الصبيخي استفادت منه. أما محافظة الظاهرة لم تأخذ نصيبها من السدود، وهذه تعتبر من مجالات التنمية في البلاد، وهذه التنمية مفروض أنها محافظة ظاهرة أيضا يكون نصيبها من التنمية نصيب وافر. صحيح. أنا اللي أعرف أن محافظة ظاهرة في التنمية أقل محافظة أقل من الوسطى بصراحة، ما أعرف يمكن 1.3 من ميزانية الدولة. يعني اسمح لي على المقاطعة هنا، يعني أنا الذي أعرفه أن عمان واحدة من أقصاها إلى أقصاها. طيب يعني احنا نقول عمان واحدة، نعم، لكن في التنمية ما واحدة، لا هي ربما هناك كثافة سكانية وربما هناك احتياجات، ولكن حتى لا نغير مسار الحديث. طيب الأخ سيف، انت كنت تتحدث عن أهمية سدود هنا، ما هي الوعود يعني متى يعني من خلال متابعتكم يفترض ان تقام مثل هذه السدود؟ والله حقيقة مثل ما أشرت لك سابقا ماشى وعد معين قاطع محدد في يوم ما أو في شهر ما أو في سنة ما،
ولكن المطالبة لا زالت قائمة، مثل ما تفضل سليمان حول هذا الموضوع، حتى في كل اجتماعات ربما يكون في كل اجتماع بعض الأخوة يثير هذا الموضوع. وسعادة المحافظ جزاه الله خير يعني باذل جهد حول هذا الموضوع، لكن تتوقف هذه الأشياء على موافقة وزارة البلديات المختصة في هذا الموضوع، ويعزو ذلك على عدم توفر الموارد المالية. والأمل في الله كبير. بالنسبة للسد اللي يغذي ولاية الضنك، حقيقة قبل سنة طلبوا منا دراجة، فعملنا دراجة وافية ومستوفية وودينا وطرشناها لهم، ثم سندوا الموضوع إلى شركة استشارية فحددت المبلغ أو القيمة التي سينفذ فيها المشروع، وننتظر، لكن لحد الآن للأسف ما جانا شيء رد على أساس إقامة هذا المشروع. أيضا ولاية عبري 6 سدود مقترح على أساس أن يكون 6 سدود والمطالبة قائمة، لكن وعد معين بتنفيذ ذلك ما في. طيب إلى الآن. طيب الأخ سليمان أرجع إليك، نعود إلى مشكلة الأنابيب اليوم. أنتم تراجعون الجهات المختصة بالذات الهيئة العامة للكهرباء والمياه. سؤالي يعني ما مدى تجاوب الهيئة؟ يعني أنا صراحة يعني سمعت أحد المواطنين يعني كان يعني ممتعضا حقيقة من 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 الردود التي جاءتهم من الهيئة. أنتم من خلال المجلس البلدي ويعني وهو يعني مجلس مهم في أي محافظة، ما مدى تجاوب الهيئة؟ هل تم إطلاعكم فعلا على 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 صلب المشكلة ووعدوكم بالحلول؟ نحن شاهدنا هناك أعمال صيانة تتم. تجاوب الهيئة تجاوبها على مع احترامنا لهم على استحياء، حتى تصريح الأعطال ياخذ عليهم وقت، لانه هذه الأعطال اللي تحدث بين الفينة والفينة وبين الحين والآخر، هذه يعني إصلاحها يتطلب يعني اعتمادات مالية، يعني لا محتاجة خطط ولا محتاجة ايضا جوانب فنية اخرى، محتاج انه انبوب انفجر يستبدل بانبوب اخر، ويكون هذا الانبوب موجود في مخازن الهيئه العامه للكهرباء والمياه، والفنيين متوفرين لديها من المفروض كذا انه الفنيين متوفرين وقطع الغيار متوفره، تقوم بنقل قطع الغيار الى مكان الانفجار وتستبدله. الان الهيئه عندما تقوم باصلاح انبوب تجلس تقطع قطع محددة تلحمها، يعني تعمل اللحام في البيبات، وهذا اللحام يعني يصبح غير مجدي في بعض الأحيان، ينفجر أيضا مكان آخر، ما نعرف إيش الأسباب. أنا أعيد أرجع لسؤالك اللي قلت على أساس أنه الهيئة عامة للكهرباء والمياه تتوقع أنه يتم الربط بعد في 2020 أو في 2024. طيب هذا السؤال احنا نعيده للهيئة. طيب ولو لا قدر الله نضب حوض المسرات، ماذا كيف ستتصرف الهيئة وكيف ستتصرف ايضا الحكومة بصراحة؟ يعني احنا الان كمواطنين لنا راعي، كل راعي مسؤول عن رعيته، مسؤول الحكومة عنه وعن المواطنين في محافظة ظاهرة كلهم بعدد سكانها اللي هم يوصل 195 نسمة. كيف ستتصرف الهيئة في حالة أنه نضبت الآبار المغذية لحوض المسرات؟ الآن أنا حسب علمي أنه حوالي 11 بير جفت من حوض المسرات، واستبدلوها بحفر أيضا عدد من الآبار، ولم يجدوا ماء. إذن كيف تتصرف الهيئة؟ يعني هذا السؤال طرحته، فهم المفروض انهم يجاوبوا عليه، ومفروض يجاوبوا عليه ايضا صناع القرار. طيب هنا يعني نعم الاخ سيف هنا، طيب ما هو يعني هذه الاسئله التي طرحتموها، ما هي كانت رؤيه الهيئه العامه عفوا للكهرباء والمياه؟ حقيقه احنا لم نستضف احد من الهيئه في خلال المجلس الا مره واحده استضفنا اللي هو المسؤول داخل محافظه الظاهره، وهذا ما عنده مثل ما تقول كافه الصلاحيات على اساس يجاوب على كل الاسئله، ولكن هو وعد على أساس أنه يبلغ رئيس الهيئة حول هذا الموضوع، وخاصة نحن كل من اللي مركزين عليه تعزيز الثروة المائية عن طريق محطات التحلية، لأنه هذا الماء مثل ما تفضل سليمان ربما يكون ينضب. صحيح. فما مصير هذا السكان؟ نمو السكان متزايد الحمد لله، ما مصير هذه الأمة؟ الماء شريان الحياة، لا حياة بدون ماء، ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. الآن من خلال لقائي هذا اليوم في ولاية الضنك بعض الأخوة أشاروا على أنه هناك 7 آبار يغذن مزروعاتهم في الولاية
أصبحن جافات في يوم وليلة. هذه مشكلة كبيرة. هذا مشكلة كبيرة. نعم. فطالما ربما يكون هم انقطع عنهم الماء هذا من حوض المسرات فيستعينوا بالآبار الموجودة لديهم. الآن الآبار جفت. والإجراء من قبل الهيئة حقيقة يتأخر كثير جدا. احنا لا نقول ما متجاوبين معانا لكن إمكانياتهم ما تسمح بالإسراع في تلبية الطلب. ومن خلال هذا المنبر احنا نطالب ونؤكد تماما ونطلب الإسراع بتعزيز الثروة المائية عن طريق محطات التحلية لحل هذه المشكلة قبل لا تتفاقم. طيب الحلول يعني خلينا نتحدث عن الحلول المؤقتة المطروحة حاليا لمعالجة المشكلة على المدى القصير، لا نتكلم على المدى البعيد، لأنه واضح أن المشكلة بالاعتماد على حوض المسرات يعني هذا اعتماد ليس يعني قويا يعني. نعم. فبالتالي ربما هناك حلول مؤقتة حاليا إلى حين يعني اكتمال مشروع مد المحافظة بأنابيب المياه من محطات الرئيسية للتحلية. الحلول الموجودة هو مثل ما أشار الأخ سليمان على أنهم حاولوا يحفروا في أكثر موقع آبار للأسف ما حصلوا مياه فيها. فالآن البحث لا زال جاري، ينقبوا في أماكن ويستكشفوا المواقع. فرايحين إن شاء الله حسب علمنا أنهم رايحين يعززوا هذا بآبار جديدة، وخاصة الآبار الذي تغذي هي ولاية عبري وينقل وما تابعها. طيب. فيما يتعلق بالنسبة للضنك الحمد لله في الوقت الحاضر هو مغطي، لكن الاستنزاف الذي الآن يسحب من خلاله من لعبري ولينقل ربما يكون يأثر عليه. لذلك يعني أيضا بالنسبة للإصلاح، الإصلاح الهيئة ما قامت بدورها ممثلة في الإدارة الموجودة بمحافظة الظاهرة، قامت بإصلاح العطل الذي حصل قبل شهر والذي لاحظناه من خلال التقرير، لكن هذا إصلاح يبقى إصلاح مؤقت. هل تعتقد تكرار أعطال شبكة المياه خاصة في عبري كمثال يفسر أن الجهات المختصة فعلا يعني غير قادرة على إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، مشكلة أنابيب المياه؟ نتمنى إن شاء الله أن يكون هناك فيه حلول، وإحنا إن شاء الله من خلال الاجتماع القادم للمجلس البلدي رايحين نثور هذا الموضوع، وربما يكون نطلب من سعادة المحافظ يستضيف لنا أحد المسؤولين من الهيئة حتى نتوصل معه إلى نتيجة بحيث أن يكون معالجة ليس مؤقتة أو وقتية، معالجة تكون تستمر لوقت من الزمن حتى ترى الحكومة أنها تعزز الثروة المائية من محطات التحلية. طيب نحن كذلك يعني سرا نفتح المجال لمن يرغب حقيقة بالمشاركة معنا من مداخلات حتى يعني يثري الحوار. تفضل. نعم. في هنا نقطة يعني أحب أشير لها، كان من المفترض لو كان في تواصل معنا بوقت كافي أن نتواصل مع الأخوة أعضاء المجلس البلدي ممثلين ولاية ينقل، لأن هم اللي تأثروا من هذه المشكلة وبذلوا جهد حقيقة بمتابعتهم عندما وصلتهم البلاغات من المواطنين أن المياه مقطوعة عليهم، بذلوا جهد حقيقة حول هذا الموضوع وتواصلوا معنا، والحمد لله يعني تم حل المشكلة، لكن حل مؤقت. صحيح. فربما يكون بعد فترة من الزمن الإصلاح هذه يتضرر مرة ثانية، فلا بد من معالجة جذرية بحيث أن يبقى فترة من الزمن يستمر. صحيح صحيح. هي المشكلة ليست في ينقل فقط، المشكلة في أيضا بلدات عبري، يعني بلد بني عمار اللي هي الهيال وجيرمات ومقنيات بلد يعني هذه أيضا تنقطع عنها المياه باستمرار، يعني أيضا انقطاع المياه بسبب الانفجار في الأنابيب. ثالثا هذا الهدر اللي يحدث في المياه، ومثل ما شاهدنا في التقرير أيضا البرك المتناثرة من هنا وهناك، هذا بصراحة يعني إحنا لا نريد أن نجامل بسبب أيضا الهيئة تأخرها في إصلاح الأنبوب. يعني لو كان هناك في فريق متكامل شايف وجاهز طواري، فريق طواري في حالة أنه انفجار يحدث يتحرك مباشرة ويتم إصلاح الأنبوب مثل ما يحدث في الكهرباء. الكهرباء الآن في شركات طواري شغالة، تحدث انفجارات في يعني محطات كهرباء في خلال ساعات. لماذا لا يكون هناك أيضا طواري في لا يوجد فريق طواري عندكم في المحافظة؟ لا، للمياه في طواري يعني للإصلاح العدادات والأنابيب اللي هي مددة من الخط الرئيسي للعداد، لكن هذه أنابيب ضخمة، هذه أنابيب قطرها يوصل إلى 30 و40 إنش.
شايف هذه تحتاج لها فنيين متخصصين واجهزه ايضا، اجهزه 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 حمل، يعني ما الا اذا كان يعطوا شركات متخصصه في هذا المجال. هو ما اعطين شركات متخصصه، ما اعطين شركات اللي هي متابعه من التمديد الانبوب اللي هو ينش الى العداد بس، او عطال عداد. اذا تعطل عداد صح ممكن هناك في ايضا شركه طواري تكون باصلاحه، لكن هذه الانابيب يعني عطالها غير، هذه انابيب ضخمه تحتاج الى ونش، تحتاج الى معدات ثقيله، تحتاج الى ناس متخصصين، ولازم يكون هذا الفريق متواجد على اساس ايضا انهم يوفروا الكميات المفقوده من المياه. هي بطبيعه الحال كميات مهدره، ايوه المنسوب المياه منخفض في حوض مسرات، وبالتالي ايضا هناك هدر في انابيب المياه اللي تتفجر بين الحين والاخر. فهنا المشكله مزدوجه مع الهيئه العامه للكهرباء والمياه، فيجب ان تعالجها بصراحه بسرعه وايضا بمصداقيه مع احترامنا لهم. جميل جميل. طيب مع الان الاخ سعد الشندودي وهو يرغب في المشاركه، ونستمع الى مداخلتك الاخ سعد، تفضل. السلام عليكم الاخ يوسف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحييك ونحيي ايضا ضيوفك الاعزاء من محافظه الظاهره. بالنسبه للاخ يوسف، انا اطالب المجلس البلدي برئاسه المحافظ استدعاء رئيس الهيئه العامه للكهرباء والمياه، لانه هو عنده الحل. وطبعا ومن حقه المجلس البلدي يناقش رئيس الهيئه ويحضر الى الظاهره طبعا، ويشوف الوضع على الطبيعه. ايضا كنت اتمنى اليوم الهيئه العامه ايضا ما تعتذر عن الحضور، لانك انت جالس تخدم مجتمع وجالس تخدم ناس وتخدم شريحه معينه مهمه في السلطنه. طبعا الاخ يوسف انا سبق وان كتبنا عن هذا الموضوع اللي هو انفجار مياه حوض المسرات. المشكله مش في الخط الرئيسي الاخ يوسف. معي؟ نعم. إيه تفضل نسمعك. المشكله في الخطوط الفرعيه. الخط الرئيسي شغله تمام والشركه اشتغلت جيد، لكن الخطوط الفرعيه للاسف الشركات المنفذه نوعا ما شغلها كان غير صحيح وغير مناسب. عبر هذا المنبر اليوم تكلمتوا فيه اطالب المجلس البلدي ايضا اعطاهم صلاحيات في المستقبل. المجلس البلدي في الظاهر يستدعي رئيس الهيئه العامه لحمايه المستهلك عاجلا قبل اجلا. طيب ما هي الحلول؟ الحلول هم حسب ما ردوا علينا سابقا عبر جريده عمان، انا كتبت عنه سابقا، انه يعني في ضخ قوي وانه يتم استبدال هذه الخطوط الفرعيه بخطوط اخرى، لكن للاسف فقط اصلاح مثل حبه البنادول، يعني تعطى المريض حبه كذا خفيفه ووشها. احنا ما باين شفاء سريع، باين شفاء الى الامد. ايضا هناك مطالبه لاخ يوسف انه محافظه الظاهره تربط بشبكات تحليه المياه عبر محافظه الداخليه او عبر محافظه شمال الباطنه. هذه حلول، يعني مو اقول لك حلول طويله الامد. بالنسبه لحوض المسرات انا اقول انه مشروع جيد لا باس يعني، لكن المشكله الشركات المنفذه التي نفذت هذا المشروع للاسف انا اقول نوعا ما يعني ما كانت امينه، وخاصه الشركات الخطوط الفرعيه ما كانت امينه نوعا ما. ايوه الاخ، شكرا لك اخي سعد الشندودي، شكرا لك على هذه المشاركه. كذلك معنا فهد الحبسي، تفضل اخ فهد. نعم اخي يوسف موضوع حوض المسرات ما زال مستمر، والمشكله ما زالت مستمره ليومنا هذا. المشكله بين الشركه والجهات المعنيه، الشركه تنفيذها خاطئ والجهات المعنيه لا تراقب الشركه. كان في قصور في الرقابه يعني. نعم يا اخي يوسف، في حال احنا لا نقول انفجار، نحن نقول تسرب او تسريب المياه من الانابيب. في حال تسريب المياه عندما يتصل المواطنون بالشركه تتاخر الشركه في الحضور لتصليح هذا الخلل ولهذه المشكله يعني. تاتيك بعد 4 أو 5 ساعات تقوم باصلاح هذه المشكله. بعد 4 أو 5 ساعات بالتحديد يحدث الانفجار او يحدث التسريب مره ثانيه. هذا معناه ان المشكله، يعني معناه هذه المشكله في الانابيب، جوده الانابيب العمر الافتراضي يجب ان تكون ما بين 20 او 25 سنه على الاقل يعني. نحن نتكلم عن 12 سنه للاستخدام. اقل حاجه
أقل حاجة يوسف، لكن ما بين 3 أو 4 سنوات تتعطل هذه الأنابيب، معناه الشركة المنفذة أو جودة الأنابيب غير صالحة للاستهلاك. طيب طيب انت تتحدث عن العمر الافتراضي لتلك الانابيب حوالي 20 سنه او 25 سنه صحيح؟ نعم اخي يوسف. طيب في دراسه اي تفضل. نعم اخي يوسف تفضل. اخ فهد انت تتحدث عن ان العمر الافتراضي لهذه الانابيب بين 20 الى 25 سنه، ولكن يعني يكاد يكون اقل نصف هذا العمر يعني وتهالكت هذه الأنابيب. طيب أعود إليك. نعم تفضل. نعم تتهالك. نعم هي متهالكة، هي الجهات المعنية لا تراقب هذه الشركة. الشركة تقوم بإصلاح في وقت متأخر. طيب هذه نقطة مهمة هنا يعني جديرة بالطرح. هل سألتم يعني أو تابعتم من خلال يعني متابعتكم لهذه المشكلة عن العمر الافتراضي لهذه الأنابيب؟ حتى لو مثل ما تفضل الأخ عمرها الافتراضي 20 سنة، إحنا الآن نتكلم على أنه عمرها الافتراضي 20 سنة على أساس أنه يضخ فيها مثلا كمية مياه محددة، شايف، لتغذي مثلا 20,000 من السكان، بينما الآن صار عدد السكان اللي كانت تغذيهم 20,000 أصبح 40,000، فهنا يتطلب ضخ مياه قوية، الأنبوب ما يتحمل. صحيح. حتى لو كان عمرها الافتراضي 20 سنة، نحن لا نختلف معه أن عمرها الافتراضي 20 سنة أو 30 سنة، لكن الطاقة الاستيعابية للأنبوب زادت بنسبة يعني 200%. مطلوب منه هذا الأنبوب يغذي 20,000 نسمة، أصبح الآن مطلوب منه يغذي 40,000 نسمة. يعني قد تكون ربما ليس لرداءة الأنابيب، ولكن ربما صح. إحنا لا نقول يعني إحنا لسنا فني ولسنا مطلعين على تركيب الأنابيب. أنا لهذا السبب كنت أسألك حقيقة، يعني ما هي الدراسات التي وقفتم عليها ربما لفريق فني قال لكم أن هذه الأنابيب رديئة أم أنها غير رديئة، حتى لا فقط نقع في دائرة التهم يعني. هو الناس يفسر الأخطاء عدة تفسيرات. نعم. المواطن العادي يفسر الأخطاء عدة تفسيرات عندما يلاحظ أن هذه الأخطاء تمس مصلحته. صحيح. وتمس أيضا حياته اليومية. صحيح. الناس ليش متخوفين في محافظة الظاهرة؟ متخوفين على أنه منسوب المياه منخفض، المنطقة تمر مرحلة جفاف، منسوب المياه في آبار المواطنين منخفضة، الأفلاج جفت، الآبار التي تغذي الأفلاج أصبحت أيضا في بعض الأوقات منسوبها منخفض. الآن المواطن ليش أصبح عنده قلق؟ أصبح عنده قلق على أن بما أن هذه الآبار اللي عندي أنا في البلدة جفت، فحوض المسرات طبيعي على امتداد الطبيعة الجغرافية للولاية أو للمحافظة هي جف، يعني بيصير في جفاف، بيصير إذا ما في جفاف أيضا بيصير منخفاض في منسوب المياه، ومنسوب المياه اذا انخفض ما يعني لا يستطيع ايضا يغطي بحاجه السكان، وحاجه السكان تزداد من يوم بعد يوم، العمران يزداد يوما بعد يوم بنسبه مثل ما قلت لك سابقا 200% العمران في محافظه الظاهره. طيب. انا اللي اريد انا الاخ يوسف انا اللي اريد اعرفه صناع القرار والمسؤولين في وزاره البلديات وفي العامة للكهرباء والمياه وفي مختلف الوزارات الخدميه، ماذا وضعوا من خطط لتخفيف الضغط عن حوض المسرات؟ تخفيف الضغط، نحن حوض المسرات هذا استخدام الآدمي منه، استخدام العمران منه، يعني كل ما يتطلب بالحياة الناس وحركتهم من حوض المسرات، ما هي البدائل اللي وضعتها هذه الجهات المسؤولة عن توفير الخدمات لمحافظة الظاهرة؟ هل هناك في بدائل؟ وزارة البلديات عندها بدائل، عندها مياه الصرف الصحي، مياه الصرف الصحي في بعض الدول الأوروبية يستخدمون للاستخدام المنزلي، وأنا على علم بهذا، شايف، والكثير على علم، في بعض الدول الأوروبية اللي هي مليانة بالثلوج والمياه والأنهار يستخدموا الصرف الصحي في بعض الاستخدام المنزلي. هنا احنا الآن ما نستطيع نستخدم مياه الصرف الصحي على الأقل أنه يخفف عن حوض المسرات في ري الحدائق وفي ري مثلا وفي استخدام التعمير والمباني، مفروض أنه يكون في خطط بديلة. لماذا يا أخي لا يضعوا خطط بديلة؟ الدولة أتمنتهم على مصلحة المواطن وأتمنتهم على أنهم يقدموا خدمة لهذا المواطن، فمفروض أنه أيضا يكونوا هم عند حسن الظن ويقدموا الخطط البديلة. حوض المسرات طال الزمان أم قصر ما بيغطي بحاجة محافظة ظاهرة من سكانها أبدا، شايف،
والاحتياجات المائية، أما أنه يمدوا من 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 محطة بركة أو من صحار، وهذا مثل ما تفضلت على أنه يتطلب فترة زمنية طويلة، يتطلب أيضا مبالغ مالية باهظة. إذا ما هو البداية الآن؟ يعني السكان الظاهرة يعني القلق موجود فيهم، إلا اللي أنا حسب اعتقادي اللي خلها العامل للكهرباء والمياه ما تتجاوب ولا تحضر لأنه ما عندها الحل، ما موجود الحل عندها. لكن من الواجب، مفروض من الواجب أنهم يجي يحضر واحد منهم الآن في هذا المكان ومن هذا المنبر ويطمن الأهالي، يطمن الناس، يطمن المواطنين. الناس يريدوا من يطمنهم لأنه هو ذا هو سر الحياة، الماء هو سر الحياة. شايف؟ طيب يعني مشكلة انقطاع المياه على المنازل ملاحظ أنه يتحمل تبعاتها المواطن، لأن البديل كما تابعنا في التقرير ناقلات المياه التي يعني ربما حتى تبالغ في كثير من الأحيان في الأسعار. طيب الأخ سيف هنا، ما هي الاقتراحات اللي ربما أنتم يعني تدفعون بها تعملون عليها لتخفيف هذه التكلفة على المواطن حتى لا يتحملوا أخطاء جهات أخرى؟ والله احنا طرحنا عدة مقترحات في الجماعات المجلس البلدي على أساس الحكومة تتحمل بعض النفقات خاصة المناطق التي لم تصلها مياه والمسرات ويوصل لهم الماء عن طريق الصهاريج. فكان هناك تجاوب من البلديات على أساس أنها مستعدة تدفع بعض الرسوم، لكن على الواقع لحد الآن ما لاحظنا حقيقة شيء. فالبدائل هو ماشي بدائل اللي نطالب الهيئة. راجعتوهم يعني هذه الجهات راجعتوهم تابعتوا ربما يعني لأين وصل هذه الفكرة تنفيذ هذه الفكرة؟ راجعناهم قبل فترة وقالوا وعدونا إن شاء الله خلال هذه السنة رايحين ينفذوا هذا الموضوع. فالآن إحنا في آخر السنة هذه حقيقة يعني إن شاء الله قبل الاجتماع القادم رايح نتواصل مع البلديات ونشوف هذا الموضوع هل هم مستعدين يدفعوا فرق المبالغ اللي هي تكلف المواطن ولا لا. جميل. طيب كذلك يعني معي الأخ علي الكندي على الهاتف لأي مداخلة، تفضل أخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يوسف مساك الله بالخير. بالنور أخي علي. كيف حالك؟ عساك طيب. الله يبارك فيك، تفضل أخي. عزيزي هذا الأمر الذي يمشوا يتكلموك الجماعة فيه طبعا هذا كله يرجع إلى لهيئة الأعمال. تسمعني؟ المقاول بيجي وبياخذ هذه المنطقة كاملة. وبيقول حق العمال يشتغلوا، لكن مراقبة ما في من قبل الهيئة على هذا الموضوع. بالله عليك ناس فقراء ما عندهم الوديان من بين الشعبيات تحصلهن جاريات يا أخوي يوسف. يعني هذا بالله عليك حق الحكومة خسرانة فلوس مليارات خسرانة، صح ولا لا؟ على كيف الموضوع هذا اللي يصير؟ بيب ينفجر تحت الأرض، البيبات ما مرتبات سيدة، شبكة المياه تحت خطأ. أنا بقول لك شبكة المياه خطأ، البيبات جيدات ما من البيب. البيب هذا لو 30 سنة بيندفن تحت الأرض ما يحول، لكن الشوه من التركيب. التركيب هو الذي اللي يسبب الخطأ. أنا بقول لك في أي مكان بعد، نحن معانا في ولاية الباطنة تسمعني؟ كل يوم بيب ينفجر في مكان، كل يوم بيب ويسوي نافورة، يتم الماء يصب يوم ويومين ما حد يعاود بشيء. طيب زين هذا الطريق هذا الطريق هي بمراقبة من الهيئة. طيب. يعني المقاول اللي ياخذ يا أخوي يوسف، المقاول الذي ياخذ هذا العمل يجب عليه أن يراقبه. صحيح فعلا، هي نقطة مهمة الأخ علي الكندي يؤكد عليها دائما، رقابة تنفيذ هذه المشاريع. تفضل أخ سيف. هو حقيقة الأخ يوسف يعني الموضوع هذا ليس يهم الظاهرة والعطال، لا لم يحصل في الظاهرة فقط، وإنما حصل قبل فترة حتى في محافظة مسقط. صحيح صحيح. والآن مثل ما تكلم الفاضل هذا بالهاتف على أنه في الباطن أيضا، إذا هذه المسؤولية تقع على عاتق الهيئة.
فالهيئة لابد أنها توضع الحلول الجذرية المناسبة حول هذا الموضوع. الشركات الجديدة حقيقة ولا يخلي من المسؤولية نعم. هذا إطلاقا أبدا لأن هذا العطل الآن اليوم هنا باكر في مكان آخر. صحيح. طيب كذلك معي على الهاتف الأخ بدر. مساء الخير. أيوة كيف حالك الأخ يوسف؟ أهلا أخوي بدر تفضل. كيف حالك؟ طيب أنا عملت الحمد لله. طوارئ مياه الحين أكمل 20 سنة إن شاء الله وإذا حيان الله. والمشكلة في الخطوط هذا اللي تكلم عنها الأخوان معي هذا الخطوط الأنابيب اللي صنعت هذه أنابيب فاسدة من قبل الشركة. أنا أشتغل في طوارئ مياه وهذا الأنابيب فاسدة. أنا أعمل الحين 20 سنة نقلت كنت أنا داوم في مطرح وأعرف الخطوط ونقلت قبل شهر نقلوني في بوشهر. أنا ما عندي خبرة ومشاكل الأنابيب. أنا أروح غلا بوشهر والأنصب ونفس المشكلة. أما عملوا مناقصة في العامرات الخطوط البلاستيك هذه اللي في التلفزيون تو أنا أشوفهن. أول مشروع كان في العامرات كلف 6 مليون وأنا أشتغلت في العمل يعني وفي الصيانة في الطواري مطرح. نعم. وعملوا في شبكة الخطوط هذه في التصنيع حتى خبط حتى التربة حتى الحصى شلوه. يعني التصنيع ما بتربة من الأنابيب تصنيعهن ما صحيح أصلا. ما واثق يعني تتكلم عن يعني حتى عن رداءة الأنابيب هنا؟ هي الأنابيب هذا الأنابيب غير مؤهلة لعشرين سنة يعني غير مؤهلة في مشروع العامرات غير مؤهلة. يعني كل يوم كل الناس تعرف في العامرات في الشبكة هذه يعني هذه الشبكة شبكة فاسدة. هذا اللي أتوانا على التلفزيون معي هذا الأنبوب فاسد. طيب ما مضخ الضخ المياه. طيب وقوة المياه من نقص تصنيع. طيب أشكرك أخ بدر على المشاركة. معي مهدي المعمري. أخ مهدي تفضل. أخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا مرحبا أخوي يوسف كيف الحال؟ الحمد لله الله يبارك فيك تفضل أخوي. أمس عليكم من دول الأخوان الضيوف عندك في البرنامج وأيضا كما نعلم جميعا أن هذه المشكلة الحالية التي تعاني منها عدد من قرى ولايات عبري وضنك وينقل هي مشكلة كبيرة وخطيرة حتى إذا ما تم وجود الحلول العاجلة والسريعة والبديلة لهذا المصدر الوحيد الذي تغذي هذه القرى والبلدان التابعة لولاية عبري وضنك وينقل. وللعلم أن المخططات السكنية الحكومية الجديدة التي توجد في جميع قرى ولاية عبري وضنك وينقل بشكل عام لا يوجد بها سوى هذا المصدر الوحيد للمياه. فإذا تم رغبة من الأهالي عن وجود مياه لمنازلهم أو لما يسد حوائج قضاء حاجاتهم حياتية هي عن طريق صهاريج المياه أو خزانات المياه ناقلات المياه هنا نجد أن شح كبير في الناقلات ناهيك عن المبالغ أو أسعار قيمة الصهاريج الواحد. كم تتراوح الأسعار أخي مهدي؟ كم تتراوح الأسعار؟ والله شوف عندنا نحن في ولاية عبري يعني تتراوح بين 3 إلى 4 ريالات فهذا الشح ممكن تصل إلى 6 وفي مناطق ثانية تصل حتى 15 ريال اللي هو الخزان الواحد 650 جالون. ناهيك عن الشح العدد اللي هو الآلات النقل أيضا هذه ناقلات المياه تغذي تعبى من مياه المسرات اللي هي نقط الخزانات. فإذا تم إذا لم يجد الماء في الخزانات ولا في المنازل من أين يكون هو الحل الوحيد؟ طيب. المياه ما في أي بديل. طيب. وللأسف عندما تم التواصل عند الهيئة في ولاية عبري لم يجد أي حل مبرر أو مقنع لهذه المشكلة. كل ما راح أي واحد من المواطنين ما في أي رد شافي. طيب جميل. عندما تواصلوا من عندما تم التواصل عندهم على المياه يقول لك ان الحلول موجوده ان شاء الله موجوده خلال 3 إلى 4 أيام القادمه. في جيرمات الهيال تم انقطاع المياه لستة ايام.
عندما تم التواصل عن سعادة الشيخ محافظ الظاهرة والشكر موصول له، تم التواصل مع رئيس الهيئة مباشرة وتم إيجاد الحل في ذلك اليوم. طيب جميل، هو عن طريق هذه نقطة مهمة حقيقة. يعني كما أشار الأخ مهدي، عندما يعني يتم رفع الموضوع إلى سعادة الشيخ المحافظ يتكلم مع رئيس الهيئة، يصير هناك فعلا اهتمام أكثر في الموضوع. وبالتالي هل نحن محتاجين فعلا إلى تعزيز أكثر من قبلكم للوصول إلى سعادة الشيخ المحافظ، من ثم سعادة الشيخ المحافظ يبلغ رئيس الهيئة؟ هل محتاجين لهذا حتى تتبين الصورة؟ يعني صورة واضحة اليوم. الأخ يوسف، هذا المطلب حدث بالفعل، وهو مطلب من الأهالي. سعادة الشيخ المحافظ قام بالاجتماع مع الهيئة، وفي أيضا جهات حكومية أيضا مؤثرة في المحافظة كانوا حاضرين الاجتماع وناقشوا هذا الموضوع مناقشة مستفيضة، والبدائل هي كلها تجمع على أنه محافظ الظاهرة يجب أن تزود بمياه من جانبي أعمال، يا من الداخلية يا من الباطنة. حوض المسرات حاليا ربما أنه يسد بعض حاجة أبناء محافظة الظاهرة، ولكنه لن يسدها إلى الأبد. المحافظ على علم، وأصحاب السعادة الولاء أيضا على علم، وبعض المسؤولين المؤثرين في المحافظة سواء جهات أمنية أو شرطة أو كلهم أيضا على علم بهذا الموضوع، واجتمعوا. أنا على علم أنه على أساس أنهم اجتمعوا في هذا الموضوع، وفي هناك مطالبة، والهيئة أيضا طالب على أساس باعتماد مبالغ مالية مثل ما تفضلت، ولكنها تحتاج إلى وقت، شايف، والتنفيذ يحتاج إلى وقت، سواء من صحار أو من الداخلية. ربما أن الداخلية برضو أقرب في بهلة، لكن ما حد يعرف أيضا الأنبوب اللي جاي لبهلة هل هو يغطي الداخلية ويغطي الظاهرة؟ هنا المشكلة. الآن المشكلة عندنا احنا في بلدنا، ولله الحمد يعني مع احترامنا للمسؤولين، يعني المشاريع يعملوها مرحلية، حلول مرحلية، يعني يجب أن تكون هناك نظرة مستقبلية لحاجة الناس. الأنبوب اللي طالع من بركة يجب أنه يعتمدوه وأيضا يدرسوه، والناس المتخصصين والاستشارات والمخططين، يجب أن يكون هذا الأنبوب اللي طالع من بركة يغذي مثلا ثلاث محافظات على الأقل، شايف. أيضا على سبيل المثال الآن هم مادين أنبوب من صحار إلى البريمي، ولو هذا الأنبوب اللي ممدود من صحار إلى البريمي كان يستوعب مياه يخدم محافظة البريمي ومحافظة الظاهرة، كان نعمة، ربما حلت المشكلة، كان حلت المشكلة. الآن يمدوا من البريمي إلى السنينة، ولاية السنينة، أنبوب لا يتجاوز قطره 4 إنش. طيب ما في نظرة أنه هذه السنينة بيصبح عدد سكانها الآن 20,000 ولا 10,000 ولا 15,000، هل يكفيهم أنبوب 4 إنش يغذيهم من المياه؟ يعني ولاية صحراوية تحدها الصحراء، يعني معرضة للجفاف، معرضة لانخفاض منسوب المياه، يجب أن يكون هناك نظرة مستقبلية للمشاريع. طيب بصراحة الأخ سيف، واضح أن يعني التكلفة ربما هي العائق أمام مطالب الأهالي بإمداد المحافظة بأنابيب محطة تحلية المياه. نعم نعم، مثل ما أشار الأخ سليمان، يجب على الهيئة أن تنظر إلى الأمام، زيادة النمو السكاني في كل الولايات والمحافظات. الأخ سليمان أشار على أساس أنه الآن في صدد أنهم يمشوا من محافظة البريمي إلى السنينة، وهو فعلا يعني البيب الذي يعني الآن بيركبوه لا يتجاوز 4 إنش أو 5 إنش، فهذا يكلف الدولة مبالغ مالية كثيرة. ليش ما ينظر نظرة مستقبلية إلى الأمام، بحيث أنه لو احتاجت الولايات القريبة من هذه الولاية يكون يستعينوا منه ويمدوا. فهذه هي المشكلة قائمة، والمسؤولية الآن أمام الهيئة. طيب. والصورة صراحة والصورة بعد واضحة، أصبحت واضحة، وأتمنى حقيقة الآن من هذا المنبر نحمل المسؤولية الهيئة حول هذا الموضوع. نتمنى فعلا كان بودنا أن يكون أحد منهم موجود هنا. كنا نتمنى. باختصار معالي الأخ سليمان، المسافة بين السنينة وولاية ضنك لا يتجاوز 30 كيلومتر. أكبر خزان في حوض المسرات موجود في ضنك. لو كان الأنبوب اللي جاي للسنينة يغذي محافظة الظاهرة كان انحلت المشكلة، انحلت بنسبة 70%. صحيح.
أنا أحب أضيف شيء واحد، المعاناة اللي يعانوها هي لربما يعني ما نعرف، ربما يعني محطة تحلية المياه في صحار ما نعرف الطاقة الاستيعابية أو الطاقة الإنتاجية عفوا لها كم، فبالتالي حتى لو مد اليوم أنابيب قد ربما لا تغذي المنطقة. الأخ يوسف أنا اللي أعرفه عندما شغلت، عندما بدأت التشغيل في محطة بركة واللي سمعته من مصدر موثوق، كان المياه الفائضة من المياه المحلاة كانت فائضة وتعاد للبحر. قبل ما يمدوا الأنبوب إلى الداخلية، قبل ما يمدوا أنبوب إلى الداخلية كان محل. نحن نتمنى أنا أضيف شيء واحد، يعني أضيف شيء واحد بالنسبة لمعاناة أبناء الظاهرة من حوض المسرات ومن وياه حوض المسرات. المشكلة ليس في انقطاع الماء فقط، يعانوا الأهالي، الأهالي يعانوا أيضا من لا يمكن أن يستخدموه للشرب هذا الماء. جميع أهالي محافظة الظاهرة يشتروا ماء، يشتروا مياه للشرب يستخدم بس في بعض الحاجات المنزلية. ناهيك أيضا خسارة ثانية اللي يتعرض لها المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود، إذا كان هيدفع قيمة عداد وهيشتري ماء للشرب وبعد 6 أشهر من حياته في منزله يعمل صيانة للأدوات الصحية الموجودة في المسكن، لنظرا ليش؟ نسبة الأملاح عالية في هذا الماء، نسبة أملاح عالية يعني تنهي حقيقة. أخ سليمان يعني هناك نقاط كثيرة، أنا أتوقع أن الصورة اليوم باتت واضحة والرسالة وصلت، ونتمنى أن يكون هناك تحرك. مشاهدينا الأعزاء في ختام هذه الحلقة كلمة بسيطة، في ظل شح المياه جميعنا يعلم جهات الحكومية وخاصة مواطنين أنه يتوجب علينا جميعا استغلال المياه الاستغلال أمثل، المحافظة عليها لا هدرها واستنزافها، لكن على أرض الواقع هل نحن نفعل ما ينبغي القيام به؟ ختاما صدق الله العظيم الذي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. نلتقيكم الأسبوع المقبل في تحت الضوء في حلقة أخرى سنخصصها حول انتخابات مجلس الشورى. أشكر ضيفين الكريمين كما أشكركم على حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. شكرا.